ما هو قيمة هذا الكتاب بالنسبة للباحث؟ الكتاب هو مرجع. الناس المواطنين كلهم عارفوا أن هناك رؤية، لكن لا يعرفوا ما هي هذه الرؤية. ممتاز. والمسؤولين، حتى المسؤول على كرسي المسؤولية، قد يلم بالرؤية في قطاع عمله، في وزارته، في إدارته، في مؤسسته، لكن لا يعلم عن توجه الرؤية المستقبلي في قطاعات أخرى. فهذا الكتاب هو عبارة عن قاموس معجم جمع فيه الرؤية المستقبلية في كل قطاعات التنمية في كتاب واحد، يعتبر كمرجع لباحث، لدارس، لأستاذ، لمسؤول يريد أن يتعمق في الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية 2030. ممكن يكون الكتاب ده مرجع له، يرجع له في كل القطاعات.